صار لي 6 شهور داخل الأكاديمية، ودخلت لهالأكاديمية حتى أطور من موهبتي لكرة القدم، وخاصة إنه قليل من البنات اللي بالمنطقة أو ببلد بصورة عامة مشاركين بهالرياضة، وأتمنى يكون عندنا ملاعب نظامية ودعم حتى أمثل بلدي بشكل عام وناحية البرطلة بشكل خاص. احتياجات كثيرة، هسه احنا الاعتماد كله ذاتي، يعني على مثل ما يقول من جيوبنا الخاصة. اللي يريده يعني من مسؤولي الرياضة ان ينتبهون للشباب، ينتبهون للشابات اللي يلعبون هاي الرياضة، وخاصة احنا رياضة كرة القدم عندنا بالعراق كلش ضعيفة. طبعا احنا نعاني صعوبات كلش هواية في ناحية برطلة، كون انه برطلة مجتمع صغير وما بي اي متنزه او ترفيه بالنسبه للبنات، فاحنا نحاول شقد ما نقدر نجمع البنات اللي موجوده بالمنطقه ونجيبهم للملعب حتى يترفهون عن نفسهم.